ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتكم سارة بيوتي. النهارده هوريكم مشترياتي من الصيدليه لعلاج حب الشباب. واللي طبعا حابب يكمل الفيديو للاخر، تشرفت بيكم جدا. انا سارة، بقدم فيديوهات على قناتي سارة بيوتي، بقدم كمان على فكرة سارة. هتلاقوا كل لينكات التواصل الاجتماعي بتاعي، سناب شات، انستجرام، فيسبوك، كل حاجه تلاقيها تحت في الديسكربشن بوكس. اتمنى تشتركوا في القناه، واتمنى كمان تروحوا تبصوا بصه كده على فكره سارة، هتعجبكم جدا. يلا بينا نخش في الفيديو، بس قبل ما نبدا ما تنسيش تعملي شير لكل اصحابك عشان الفيديو دوت مفيد جدا لكل بنوته. مبدئيا كده انا اشتريت دوت من صيدليه عندنا في السلام، في مدينه السلام، اسمها هاني عزت. تمام، مش كل الحاجه موجوده من هاني عزت، انا جبت حاجه واحده بس. انا اشتريت ايه؟ اشتريت كيس مناديل. ده كان مهم جدا يا جماعه ان انا اشتري كيس المناديل لحب الشباب، وهتعرفوا كل ده في تفاصيل فيديوهات تانية جايه كتير غير ده. اشتريت كمان الكريم دوت لعلاج حب الشباب، ده كان ب 12 جنيه. تمام، ده كان جل موضعي. واشتريت دعسلكم من دلوقتي، اشتريت دوت، ده محلول موضعي لعلاج حب الشباب اسمه اكناميسين، حاجه زي كده. المفروض ان انا كنت عاوزه اجيب معاه كمان الكريم بتاعه، لكن للاسف كان ناقص من السوق. واشتريت صابونه الكبريت بس كده، واشتريت دوت من عند بتاع المنظفات. هم دول من عند بتاع المنظفات على فكره، ده انا ما لقيتوش عند اللي هي صابونه الكبريت، ما لقيتهاش عند العطار. كنت المفروض بجيبها من عند العطار زمان، لكن دلوقتي ما لقيتهاش عند العطار، لقيتها عند بتاع المنظفات. وديت اللي هو المسواك، ده معجون اسنان العشبي بخلاصه، مش عارفه بصراحه، انا اول مره استخدمه يا جماعه. بس ان شاء الله اول ما استخدمه واشوف كده ايه، يعني عامل معايا ايه وتمام ولا ايه، فهعمل لكم عنه ريفيو. بس قبل ما اخلص الفيديو انا عايزه بس اقول لكم على شويه حاجات عنايه بالبشره. وانا جبت كيس القطن ليه؟ اولا اللي عارف اكناميسين دوت عارف ان هو ده مش قطره، انا كنت عاوزه اجيب القطره بس يعني ما جاتش في بالي ان انا اجيبها. ده زي ما انتم شايفين هنا كده، في دي شايفينها عامله ازاي، دي عامله زي القطنه كده، المفروض ان انتي بتنزليها بالغطا دوت بالشكل دوت، وتغطي عليها وبعد كده تحطيها على المكان المصاب، وتروحي ضغطه ضغطه برضو هينزلك من المحلول اللي جوه على الحبايه المصابه او المكان المصاب في وشك او في جسمك عامه. ده بيستخدم للاكتاف وللظهر والصدر والحاجات ديت لما يطلع فيها حبوب، لكن انا هشيل ديت خالص، يعني انا لما اجي هستخدمه هشيل الحته دي خالص، وهبدا ان انا اجيب القطن دوت وهعمله كور صغيره احطه في برطمان، هتشوفوه في فيديو تاني جاي ان شاء الله. وهروح عامله الماس دوت على كل حبايه ليها قطن مخصصه، عشان انا وقعت في مشكله ان الحبوب بتتنقل عندي بسبب الحته دي، ان انا بروح حاطه على حبايه ومكان تاني فالبكتيريا بتتنقل. بعد ما بخلص ده بغسل الاول بالصابونه، وبعد بحط المحلول، وبعد كده بعد ما المحلول بينشف شويه بروح حاطه اللي هو الكريم دوت. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. بس قبل ما اقفل، تقريبا والله اعلم ده كان ب9 جنيه، ده كان ب5 جنيه الكيس ده، والاكناميسين كان ب9 جنيه، وده كان ب12 جنيه، ودي كانت ب5 جنيه، ودي كانت ب6.5 او 7 حاجه زي كده. دي الاسعار يعني. تستعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة يا جماعة، وفرحوني باللايكات كلها. مع السلامة.